بيبيس، الناس كلها بخير على خير، اموركم مزيانه، نتمنى تكون كدوزوا نهاركم مزيان، كلشي هو هذا كلشي بخير. تقول وادي مالها جاي متحمسه وكتهضر غير بشويه. اليوم ستوري تايم وغادي يكون مكياج. شنو هو ستوري تايم ومنين جات الفكره؟ الفكره كانت جات من تيك توك، من واحد البنت كتدير المكياج وكتعاود القصص ديالها، نتوما عارفينها يمكن، وعجبني الكونتينيو ديالها، قلت علاش لا ما نديرش بحال هاد الفيديوهات هادو. فاليوم غادي يكون مكياج ثقيل، ما غاديش نديطاي بزاف المكياج، يعني مش نقول لكم غادي ندير فون دو طون، غادي ندير فهمتوا، يعني غادي غير تشوفوا الطريقه اللي غادي نخدم بها، واو ميم طون غادي نحكي لكم واحد القصه اللي صرات لي واللي حقيقيه، ونبغيكم انكم يعني تاخذوا العبره منها. جيبوا شي حاجه تاكلوها، جيبوا شي حاجه تشربوها، واجيو ستاسيونيو هنايا وتفرجوا. وصافي هاد الماشي هادشي اللي كاين، يلا نبداو. اول حاجه البنات غادي نرطب وجهي معاكم، ما بغيتش ندير لاكريم ديال سيغاف حيت قبيله درتها. هذا البنات كنديروا حتى للترطيب، يعني كيرطب الوجه او ميم طون كيحمي البشره. غادي ندير معاكم لاكرو، نبداو بالقصه ديالنا العجيبه الغريبه. القصه البنات اللي هي وقعت لي انا، قصه حقيقيه واللي تيقتها غير انا واختي، باشكم تعاودوا نفس الغلط اللي كنت كنديرو انا، حيت نقدر نكون مشيت فيها بشي حاجه بصح. المهم واحد النهاريات انايا في الصيف كنقصر بزاف، عرفتوا في الصيف كنقصر، كنقص حتى لديك 6 ديال الصباح 7 ديال الصباح، حتى بابا كيمشي يخدم عاد كيلقاني فايقه كيقول تي علاش ما نعسيتيش، ما فهمتش انا علاش ما كتنعسيش، كنبقى فايقه كنتفرج المسلسلات وداكشي ديالي، ولا كنبقى فايقه. المهم عرفتو ما كنعش. البنات غادي ندير فونديشن ديال فيتمي، هادي شحال ما درتو عرفتو، ما عرفتش اصلا اللون ديالو واش غادي يوافقني دابا ولا لا. واحد المره كنت جبت الكسوه ديال الصيف وقلت غادي نطويها هاد النهار، وطويتها فعلا، وبقات لي واحد الشبكه، قلت لي واحد الشبكه يعني نطويها فهمتوا، يعني كان خصني ضروري نردها حتى هي في المغرب. واختي كتنعس بكري وانا طلعت تعشيت، طلعت لقيت اختي ناعسه، وقلت ما غاديش نشعل عليها الضو حيت هي كتبغي تنعس وانا كنبغي نقصر. قلت صافي غادي نمشي للصاله ونهز هذيك الشبيكه ونطوي حوايجي تما، وعاد نجيبهم للبيت غير نردهم نستفهم في البلاكار ونمشي للناس. وحنا البنات عندنا واحد الصاله، الصاله ديالنا خاويه يعني ما فيها حتى شي حاجه، ما مفرشينها. هذيك الصاله البنات كنديروا فيها غير الربابج، غادي يسولوني شنو هما الربابج، هما المهم كنديروا فيها غير الربابج اللي ما كنستخدموهمش فهمتوا، يعني خاويه ما مفرشه ما حتى شي حاجه، كنديروا فيها غير الربوج. الربوج مصطلح وجدي يمكن. المهم هذيك الصاله ما كندخلولهاش نهائيا، من غير الا كنا باغيين شي حاجه من دوك الربابج بحال مثلا حوايج الصيف ولا شي زربيه ولا شي حاجه. حنا البنات واحد الماريو قديم، وداك الماريو ما بقيناش كنستخدموه، صافي وحنايا نديمونطيوه وحطيناه في هذيك الصاله. وهذاك الماريو كان فيه واحد المرايا، انا شنو درت حيت هزيت هذيك المرايا حطيتها في داك الكولوار ديال الصاله، وبقينا كل مره كنمشيو نشوفوا راسنا تما فيها حيت ما كانتش عندنا مرايا كبيره، كانت هذيك هي المرايا الوحيده الكبيره اللي كانت في داك الماريو. فاش ديمونطيناه بقات فيا وحطيتها في الصاله باش نبقى فوق ما نخرج نشوف راسي تما. قلت لكم داك النهار كان عندي نطوي الحوايج وما بغيتش نشعل الضوء على اختي، قلت غادي نمشي نطوي في الصاله. صافي مشيت هزيت هذيك الشبكه بكل ثقه ووثوق، هزيتها وانا نمشي للصاله. مشيت للصاله حطيت هذيك الشبكه، جلست فواحد الكرسي وبقيت كنطوي. انا في واحد القاعده كل ما كيكون عندي الشغل كندير ماسك لوجهي، يعني باش نستغل هذيك الوقيته هذيك اللي يكون فيها خدامه وندير شي حاجه، داك الماسك ينشف وصافي نمشي نغسلو ونمشي للناس. حطيت واحد الماسك، عرفتوا هذاك الماسك، انا تخلعت في راسي، انا فاش شفت راسي في المرايه تخلعت في راسي. درت واحد الماسك ديال الكبريت وهذاك الماسك كحل، عرفتوا كيرد لي وجهي ولا كحل. دابا البنات غادي ندير الكونسيلر، نكتب لكم هنايا السميه ديالو ولا ريفيرونس ديالو. المهم البنات كيما قلت لكم مشيت درت الماسك صافي، وليت كنطوي حوايجي. واحد الفكره عاوتاني ضربت لي في راسي، قالت لي احلام علاش ما تجيبيش لي كيس ديالك وتخدمي موسيقى
وانتي او ميم طون كطوي ودايره الماسك ودغيا تكملي طوي. شكون فيها البنات الطبيعه هذه ديال ليكي؟ خصني ضروري ليك تعرفتو مشيت نغسل الماعل مشيت نطوي مشيت ونخصني ضروري موسيقى باش تونسني. صافي داكشي اللي درت مشيت درت موسيقى في ودني وصافي وجالسه كنطوي بخير وعلى خير. ما خصني حتى شي خير صافي. مهم نسمع موسيقى وكنتسنى داك الماسك في وجهي ينشف. صافي من بعد البنات غادي بعدا ندير لابودغ. من بعد البنات جات واحد الاغنيه ديال نانسي عجرم ما عرفتش ولكن عندها واحد الاغنيه معروفه ما بقيتش عاقله على السميه ديالها لحقاش من ديك الساعه ما بقيتش كنسمع نانسي عجرم. جات واحد الاغنيه ديال نانسي عجرم يكون هذيك ديال طب ليه بداري كده ولا هداري كده ولا نداري كده هذه ما عرفتش سميتها. المهم هذه يمكن جات وهذيك الاغنيه كتعجبني بزاف. شنو مشيت درت شنو في نظركم مشيت درت مشيت وقفت قدام ديك المرايه ديك المرايه اللي عودت لكم عليها حطيتها يعني فوق حطيتها في الكولوار ديال الصاله. مشيت للمرايه البنات بقيت كنشوف هكا راسي وداك الجهد ديال الموسيقى كنسمع الموسيقى اللي كتسمع على برا. مشيت للمرايه وبقيت هكا كنشوف راسي وكنغني عادي كنغني وكذا وجات هذيك المقطع ديال ليه باي دايره كذا ولا هو داير وانا كندير بحال هكا قدام المرايه. عرفتو ما كملتش هذيك لي داري كده ولا هو داري كده وانا كنسمع. عرفتو دابا كنعاود لكم قسما بالله الا لحميت بورش. سمعت البنات ثلاثه ديال الدقات حتى ديك المرايه تهزات. ثلاثه ديال الدقات وحده من مره وحده وبزات حتى المرايه تهزات. كنعاود لكم البنات اقسم بالله الا لحميت بورش عليا. مهم كما قلت لكم البنات حنايا ما لاصق معنا في داك الحيط حتى شي واحد لا جيران لا حتى شي حاجه ما كان لا ريح. حنايا عندنا هذيك الصاله الفوق يعني ما جاياش لتحت باش شي واحد يدوز ويدق. مهم سمعت ثلاثه ديال الدقات يعني وبهذيك الجهد كنت دايره لي كيتخيل يعني مجهده الموسيقى في ودني وسمعت هذوك ثلاثه ديال الدقات وشفت بالله المرايه تهزات دوك الدقات. عرفت واش غير انا ولا حتى نتوما؟ انا في واحد الطبيعه البنات فاش كتصرى شي حاجه كنبقى مصدومه عرفتو ما كنديرش شي رياكسيون ولا كنزكي ولا ما عرفتش انا علاش دايره هكا كنبقى دايره بحال هكا حتى كنستوعب ديك الحاجه ديك الساعه كنمشي ندير شي رياكسيون ولا كنزكي ولا مانيش عارفه. المهم حيت لاكيت بحال هكا بواحد لو مود سيلونسيو بحال هكا وبقيت غاديه بداك الكولوار باللور بحال هكا من كثرة ما خايفه ان شي حاجه تخرج لي الى درت هكا من هذيك المرايه غاديه اللور 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 كنقول يا ربي فوقاش نوصل لبيتي. ومشيت كنجري لبيتي ونعس في بلاصتي وتكمشت. عرفتوا الكميه ديال الخوف والكميه ديال الصدمه ما عرفتش شنو داك الشيء ما عرفتش اول مره يصرى لي بحال هكا. تخيلوا تسمعوا ثلاثه ديال الدقات وبجد وما كاين حتى شي واحد وعارفين بلي من ورا داك الحيط ما كاين حتى شي واحد راه امبوسيبل. المهم بقيت مصدوم الناس طحت على واحد اللعيبه اخر مره هي انني كانت راسي حجباني بالماسكارا ديال كاتريس كانت راسي حجباني. تخيلوا والله الا عجبتني وحتى لا كولور ديالها زوينه. فنزيد نكمل لكم مشيت لبلاصتي صافي تكمشت صافي يعني عرفت راسي بلي راني درت شي حاجه غلط وانا تفكر بلي داك الماسك في وجهي. يلا اش داكي اش داني نمشي ندير ماسك اش داز لايك غنعس بالماسك ما شغليش غادي نعس بيه صافي وقلت احنا خصك تنوضي وفين غادي نغسل وجهي نغسل وجهي في التواليت. كي درت غسلت وجهي في هذيك اللحظه ما عرفتش وهذيك الشبكه خليتها تما. المهم مهما حتى شي حاجه من غير راسي ما عرفتش كي درت غسلت وجهي في ديك اللحظه ولكن مشيت غسلت وجهي ورجعت لبلاصتي وما عرفتش كي درت نعست. بقيت كنفكر كنقول يا ربي سيدي اش هذا الشيء وكان صرات لي شي حاجه وكان المهم عاد تكاكيت بداك الغلط اللي درتو يعني عرفتو ربع ديال الليل نتوما دايرين ماسك لوجهكم كحل وواقفين قدام المرايه وجالسين تشطحوا راه امبوسيبل وزيدوا عليها نانسي عجرم ايه اللي داري كذا ولا هو داري كذا ما يمكنش. المهم
نسي عجرم ديك الساعه ما كنسمعلهاش. المهم البنات صافي هذيك الغدا ليه شنو مشيت درت مشيت قلتها لاختي. طبعا اختي غادي تيقني حيت حلفت لها. طبعا اختي كان غادي تيقني حتى عند بابا عاودت ليه زعما على شنو صرالي. ماما بعدا قال ما كنعاود لهاش هذا الشيء حيت ما كتيقنيش. صافي تقول لي علاش خيلتي ولا شي لعبه ولا دارنا ما فيها حتى شي لعبه. المهم حنا بصح دارنا ما فيها حتى شي حاجه ولكن هذيك الصاله عرفتو خاوي يعني ما حنايا ما كنعمروش فيها والبلاصه اللي كتكون خاويه ما كتكونش مزيانه. فكما قلت لكم البنات صافي مشيت قلتها لبابا قال لي بابا لا راك غير تخيلتي وهذا. عرفتوا والله العظيم البنات ما بقيتش كندخل لهذيك الصاله شي شهرين ولا مهم كندخل لها وانا خايفه دايره بحال هكا خايفه داك الجن يخرج لي من حيت ولا ادري. اختي الوحيده اللي ساقتني ومسانداني دائما في الغدا اللي بعدا فاش قلتها لبابا مشى حيد هذيك المراه يعني واخا ما تعقنيش ولكن مشى حيدها من تما وجمعها. صافي هادشي اللي كاين. كانت تقدر تصرى لي شي حاجه الله يستر بهذا الطيش هذا ديالي حيت ما كنفكرش ولكن البنات اقسم بالله الا شفتوا هذيك فاش هذيك الثلاثه ديال الطقاش والله البنات العظيم كنت دايره لي كيت على الفور على فور جهدهم. عرفتوا شنو هي على فور جهدهم يعني فاش كتكوني قدامي كيتسمعوا ليكيت ودوك الدقات تسمعوا بحال ما دايراش ليكيت وهذيك المرايه حتى هي براسها تهزات يعني سمعت ثلاثه ديال الدقات والهزان ديال المرايه يعني الدقان ديال بصح. صافي البنات هي هذيك من ديك الساعه ما بقيتش كندير دوك الخدايم نغني قدام المرايه ولا مانيش عارفه. غادي نخدم بهاد الباليت هادي ديال هدى بيوتي هدى بيوتي البنات هادي قديمه ديالها فوالا هما لي كولور. غادي تسولني واش اوريجينال ولا فيك هذا البنات فيك. هادوك اللي كيشريو باليت 100000 واش صافا بخير مرتاحين كتاكلو نفس الماكله اللي كناكلوها حنايا غير نفس الالوان بصح تقولوا لي لا بيغمونطاسيون كتكون مبدله ولكن كاينين والله البنات دي باليت رخاص وفيهم بيغمونطاسيون زوينه. المهم ما نكثروش الهضره غادي ندير البنات هاد الالوان هادو اللي غادي ندير لكم عليهم لي زيموجي المرايا علاش كيقولوا ماشي مزيان تشوفوا راسكم فيها بصح حيت كما كنقولوا هما عندهم العالم ديالهم الاخر وحنا عندنا العالم ديالنا فبحال انتيا كتمشي تجبديهم يعني هما عاطينك التقر ديالهم وانت بحال كتمشي تجبديهم. انا ما كنتش النيه ديالي بحال هكاك ولكن ما خصكمش تكونوا طايشين هاد الحوايج هادو يكونوا في بالكم وتاخذوهم بجديه زعما حيت انا واحد الانسانه كان امن زعما كيما ربي خلقنا خلقهم حتى هما ولكن كلها والعلم ديالو يعني فهمتوا داكشي ديال الماء السخون ما تكبيش هنايا داكشي ديال داكشي من الاحسن تبعده وخليكم بعاد على هادشي و الواحد هو اللي يصلي صلاتو لازم زعما بالادعيه هذاك دعاء الصباح دعاء المساء داكشي حيت كتكوني محصنه حتى شي حاجه ما تقيسك. وصافي هادشي اللي كاين البنات كيما قلت لكم غادي ندير مكياج ثقيل وما تغادي نعاود لكم واحد القصه واحد اخرى صارت لي انا ونهيله هنايا معايا نهيله اقسم بالله الا غنموتوا بالضحك زعما كون كانت هنا معايا من الاحسن نعاودوها لكم بجوج ولكن غادي نعاودها لكم انا نعاودها لكم كالخرافه. واحد النهاريات مشينا لواحد الحانوت في المدينه البنات كتسولوني ملي كناخذ حوايجي اغلبيه ديال حوايجي في المدينه حيت كتعجبني على المدينه كيعجبني الدور كيعجبني الشيخ كيعجبني التشطر راه كنتشطر انا عرفتي الحاجه دايره 20000 نبغي ناخذها ب 15000 بسطحه واش المدينه هي احسن حاجه خليوني من اللي سيتو من الالاعيب المدينه التشطر وداك الشيء عرفتو يا سلام يعجبني التشطر والشيخ جاني الضحك. انا دائما نخرج مع نهاله فوق ما تلقاوني مع نهاله كيعجبني نخرج معاها. البنات شفتوا لا بيغمونطاسيون شحال زوينه ولي 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 استغفرت الله العظيم اش هادشي اش هادشي. البنات المهم البنات طفالي التليفون ومشيت درت هاد البقاص هذا اللي كتشوفوه هنايا البقاص
درت هذا السمقمق هذا ديال واحد البانات كانت عندي قديمه، نوريكم سميتها. بقيت على نص ديالها ماكسيموغ ولا ماكسيموغ ولا مانيش عارفه، كتباعها ليا البنات في برايمار. صافي نكمل لكم، قلت لكم انا كيعجبني نخرج مع نهيله، هاد الكلاب هادو ما تبغاو يسكتوا. مشينا لواحد المحل، كنت باغيه تشري واحد لابوط، ومشينا لواحد المحل دخلنا وهداك الدري بقى كيعطينا زعما لابوط الانواع، هي ما عجباتش شي واحد، كانت باغيه بحال البوط ديالي وصافي. المهم بقينا هكا كنشوفو، بقات كيتقيس ما عجبتها حتى شي حاجه، ما فيها حتى شي عيب. دخلتي شي حانوت ما عجبتك حتى شي حاجه، ماشي مجبور عليك انك تاخذ ديك الحاجه، تقولي سمح لي يا خويا صافي هادشي اللي كان، وتجي خارجه. ولكن تكوني عواله تشري، هي كانت عواله تشري وما لقاتش داك الموديل اللي عجبها. صافي البنات بقى هذاك الدري كيوريها وكيبزز عليها زعما تاخذ دي موديل، وانا كنقول ليها كاع ما تاخذيهمش الا ما مقتنعاش بهم، زعما بلا ما تشري. صافي ما شرينا والو من داك الحانوت، وهذاك بقى كيخنزر فينا، داك اللي خدام تما، ماشي الحانوت ديالو ولكن خدام تما. تخيلوا كون كيتفرج هذا الفيديو ومن بعد والو، واش انا خارجه ما فيها حتى شي عيب حيت ما عجبتها حتى شي حاجه. صافي هي هذيك، مشينا لواحد الحانوت واحد اخر، قيست واحد البوط وعجبها، وهذاك مول الحانوت هذاك اللي مشينا عنده كان دايز من هذاك قدام هذاك الحانوت اللي كنا فيه، وشاف فيها بحال هكا وقال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا ما سمعتوش وهي سمعات وقالتها لي، قلت لها وكان قلتها لي زعما فاش كان قدام الحانوت، وكاني مشيت نهضر معاه ونقول ليه زعما واش كتسالنا شي فلوس ولا شي حاجه، واش ضروري اننا ناخذو عليك. البنت ما عجبتهاش ديك الحاجه، صافي ما عجبتهاش. صافي البنات هادشي اللي كاين، شرات حوايجها وطلعنا للدار. عرفتو ما عجبونيش هاد الرموش، ما عرفتش علاش. المهم صافي شرات حوايجها طلعنا للدار، طلعنا للدار صافي. دازت واحد السيمانه ولا جوج سيمانات، عاودنا ولينا خرجنا. كانت كتشوف سبردينات، كانت عجبتها واحد سبردينه. صافي المهم خرجنا ومشينا دخلنا بالغلط لهداك الحانوت اللي دخلنا عندو المره الاولى، هداك لا حول ولا قوه الا بالله زعما مؤمن. صافي المهم هذيك دخلنا له بالغلط، وواحد الدري بقى كيورينا لي موديل داكشي. صافي وحنا نتفكروا بهذا الحانوت ديال داك خينا، حنا يلا نتفكروا بهذا الحانوت ديال داك خينا، بالله هو يجي داخل. جا داخل وانايا فيها واحد الطبيعه، انا حشوميه، عرفتو انا حشوميه، تجي تهضري معايا بحال مثلا تقولي لي كنعرفك من يوتيوب، تشوفني تزنقت حشم راه ما يمكنش. ولكن شي حاجه ضراتني ولا شي حاجه نسات الكرامه ديالي ما كنحملهاش، واخا ما عرفتش شكون تكون انت، غنقول لك ديك الحاجه ما عجباتنيش. انت يسرى اللي يسرى ما تقوليش. الناس ما عجبونيش رموش، غادي ندير ماسكارا حيت انايا عينيه ما كيجيوش معاهم الرموش بزاف، غادي ندير ماسكارا. هكا هو عرفنا وانا شفت فيه بحال هكا، قلت له خويا درت معنا واحد البلان، ماشي هو هذاك. قال لي علاش اختي، وكانوا كلشي جالسين تما. قلت له خويا ها شنو درت وقلت فاش كنا تما في الحانوت لا حول ولا قوه الا بالله، وما حنا واش كنسعاو عليك واش هذا. قال لي لا اختي وراكي فهمتيني غلط، ما عارفين داك التبوحيط ديال ما نش عارف، ماشي معامله فهمتو. سولتو مع البنات اللي خدامين، بعدا هذا ميساج اللي خدامين مع البنات، غير صبروا. صاحبتي خدات هذيك السبردينه من تما، يعني واخا دار معنا ديك لوفير المره اللي دازت، ولكن ماشي مشكل. جينا خارجين وحنا فينا واحد الطبيعه، ماشي حتى كنفوتو ديك البلاصه عاد كنهضروا، حنا كنهضروا فاش كنخرجوا من الحانوت كنهضروا. صاحبتي يا صاحبتي انتي قلتي له شنو كاين، قلت لها علاش ما غاديش نقولو، علاش غادي نخاف به، قلت لها له نيشان، قلت لها اصلا يستاهل بحال هكا، قلت لها يستاهل، وهي قالت لي واه يستاهل. وحنا نتصدموا بلا كان مورانا، انا وياها بقينا مصدومين، وقالنا واه راكم تهضروا فيا. تخيلوش وجينا انا ونهيرة ديك اللحظه كي كان، انا غلب عليا الضحك وحتى هي بقات تضحك. المهم عرفت واحد التحشيمه، يعني واخا
واخا زعما قال ديك الهضره ولكن فاش قلت انا يستاهل كان مورانا شوها عرفتوا شو هي شوها شوها شحال خايبه يشدكم شي واحد في الموضوع دركا تهضروا فيه. هي صراحه انا نقول غير الحقيقه ولكن ما كانش عليا نقول هذيك يستاهل حيت كان مورانا ويستاهل الصراحه زعما الا كتشوف فيا من هنا كتستاهل ولكن هذه الحقيقه. جيتكم ساليت عيني درت هذاك المدمع ديال العين قلت لكم غادي ندير شي حاجه مبدله شي حاجه غريبه عجيبه. صافي باش باقي لي غير وجعلاف وجعلاف شنو ندير واش ندير في وجعلاف ها المهم البنات قالت لي رجاء ديري قلت هذا قلت لهم انا بغيتو تفرجوا في هذا الفيديو جيبوا هي حاد ضري كنبان لكم غير بالمكياج اللي خفيف هذه المره هذه قلت غادي نبدل فهذا هو الفاينل لوك. الا عجبكم البنات ما تنساوش انكم تخليو لي في لي كومونتير الا عجبتكم بحال هذه السلسله حتى هي خليو لي في لي كومونتير نبقى نعاود لكم بحال هاد الحوايج هادو نعاود لكم على قصص سواء نديرو المكياج سواء نديرو سكين كير المهم نديرو شي حاجه ومن طون نعاود لكم قصص يكونوا زوينين وصافي البنات هادشي اللي كاين نتمنى انه يكون عجبكم المكياج ما تنساوش انكم تخليو لي كما قلت لكم الاراء ديالكم في لي كومونتير ودخلوا الانستغرام ديالي خلي لكم هنايا اولا هنايا هادشي اللي كاين البنات باي باي.